بالنسبة للسوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، لو ما كان موجود كان في واحد مننا هنا حيكون موجود؟ أيوة، أحس لأنه هم ما اخترونا على أساس إيش محتوانا في السوشيال ميديا، يعني يعني أخذونا على حسب شخصياتنا اللي إحنا كلنا مختلفين. في الاختلاف في قوة، يعني حلو لما تكون الشخصيات مختلفة بحيث إنه نقدر نأخذ نفس الموضوع ولكن بآراء مختلفة. صح، كويس إنه اختاروا كل واحد بشخصية، وفي شخصيات يعني بتنرفز شخصيات، في شخصيات بتهدي على شخصيات، في شخصيات بتسوي أكل لشخصيات. أتوقع البرنامج اختارني عشان دمي خفيف أكثر من باجنيد. ليش؟ لأنه أنا خفة دمي تضحك، باجنيد خفة دمه يتنمر فيها عن الآخرين. أحس شخصيتي 1000000% مختلفة عن الجميع. أنا تقريباً جديدة في ده المجال يعني، وأحس إنه مرة السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ممكن نستخدمه إنه إحنا نسوي أشياء إيجابية وننصح الناس وتأثيرنا يكون مرة أحلى. الكلمة اللي نقولها مسؤولية جداً كبيرة، فالناس ممكن تأخذها بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية، فإحنا ممكن نساعد أحد أو نضر أحد، فالموضوع جداً حساس. السوشيال ميديا بالنسبة لي شيء مرة حلو لأنه بيقصر المسافات زي ما بيقولوا، بيوصل كل الناس للكونتنت اللي تبى توصله للعالم بس بطريقة مرة مسرعة. سألوني أنا. موجود منهم شخص بين كل 9 أشخاص في العالم. 1 من 9. يعني باين إنه نتكلم عن فئة معينة من الناس ولا شيء. في السعودية متوقع أن تزداد نسبتهم ل 11% من عدد السكان بحلول 2030، بعدد يقدر ب 3,600,000 تقريباً. أوكي. يعني واضح إنه هم حالياً يكونوا 11% من نسبة المجتمع. أنا عاجبني شغل الديتكتيف اللي بنسويه. لا يا شيخ. 1 من كل 5 منهم مصاب بأحد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والعظام. التهاب المفاصل أشياء كلها عندي. الناس على المسنين ولا شيء؟ إيوه الكبار السن مزبوط. الموضوع بصراحة عندي. إدخال السرور على قلب مسلم له وقع خاص، فكيف لو قمت بإدخال السرور على شخص مسن؟ إيه مرة حلوة. اسمع انا مره حنبسط لما اكون اكشلي معاهم، حتشوفي عمار شخصيه ثانيه صراحه. كيف تسوي الشيء ده؟ ان شاء الله نشوف عمار شخصيه ثانيه ان شاء الله يا رب. طيب، العزله والوحده من اكبر مسببات الموت بعد سن ال 52. والانشطه الاجتماعيه هي الحل الامثل. مهمتكم الاولى هي زيارة أحد دور المسنين في جدة ومجالسة أكبر عدد ممكن من المسنين. واو، باجم مرة كان مبسوط ومتحمس. بعكس السائد إنه محبين الألعاب هم الأطفال والشباب، اليوم نسبة اللاعبين من المسنين ارتفعت ل 27%. حلو. واللعب بيأثر عليهم إيجابياً على الذاكرة والتعلم والنفسية. مهمتكم الثانية عمل جلسة ألعاب إلكترونية أو ورقية مع كبار السن، ومن ثم على كبار السن تقييمها بحيث التقييم الأعلى يفوز. الله يعني عرفهم. أيوه هم إذا بسطوا يعني ما ينبسطوا الفريق اللي بسطهم يفوز. الفريق الأسعد حيفوز. نعم. مين منكم يشوف نفسه شاطر مع المسنين؟ أنا مرة أنا شوية توترت لأنه أنا للأسف ما عندي خبرة في التعامل مع الجيل القديم أو أحد أكبر مني بفارق كبير. أنا أحب المسنين وأنا منهم. أنا صراحة أحب إني أصنف نفسي من المسنين، ليش لا؟ أنا عارف نفسي أنا الكبير، أنا أكبر واحد في الجروب. الله يديني العافية ويطول في عمري. جاتنا رسالة جديدة، دراسة جديدة في أمريكا لقت إنه كبار السن اليوم بعكس السابق ما بيتوقفوا عن خوض المغامرات لما ندخل 60، which is حاجة مرة حلوة. مهمتكم الثالثة كتابة لستة بـ10 أشياء المسن يبغى يسويها. يجب أن تتضمن اللستة التالي: شيء تمنى أن يعمله وهو صغير، شيء كان يسويه ووحشه، مغامرة أول مرة يسويها أو يجربها، ومساعدة المسن في تنفيذ جميع النقاط في القائمة الفائز اللي ينفذ العدد الأكبر. أنا لما أشوف أحد من المسنين كده يكون في حماس وحياة جاني تقسيم الفرق. يديني حقيقي يديني حياة. أيوة زي ما قال في الرسالة. يا أيوة إيش التقسيم؟ يلا أنا حتكون مع خيرية. يلا يا أستاذ 10 ثواني عشان نقسم فريق. يلا إيش اسم الفريق؟ نحتاج شيء قديم. توكلت على الله. تراجبني كروشيه. أيوة أحلى. يلا إيش اسمكم؟ أوكي إحنا الأطفال المعجزة. نعم. إحنا اسمنا كروشيه. أظن فكرة الفريق كانت بيني وبين خيرية، لأني أنا قاعدة أحاول أربط بين الأشياء اللي زمان كانوا يسووها واليوم. يعني يلا جاهزين نبدأ.
سوري يلا يلا كروشي قال له كروشي.